هذه الشيلة إهداء من أم محمد لابنها حمد بن حمود بمناسبة تخرجه من الدورة العسكرية. مرحبا بك يا نظر عني وعمري، مرحبا بك يا حمد ريح الحياة، بكر يا اللي منزلك في وسط صدري، مرحبا من قلب عبر عن غلا، مرحبا من قلب عبر عن غلا. مرحبا بك يا نظر عني وعمري، مرحبا بك يا حمد ريح الحياة، بكر يا اللي منزلك في وسط صدري، مرحبا من قلب عبر عن غلا. والف مبروك بقوله بشعري، وإبداع والإتقان في